أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا كماله الرباني، كشف الدجى بجماله الفتاني، حسنت جميع خصاله فسباني، صلوا عليه وآله بتفاني. صلوا عليه وآله وصلى مقام أهل النبي ما حد، وصلى عليهم سلم الباري، وصلى ومهما صام مبغضهم، وصلى شفاعة ما لعد خير البرية. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله. يلا قول وياي: فذو العرش محمود وهذا محمد. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. ولا سيما أبو حسن علي، يا علي يا علي. بعد مجلس بذكر فضائل آل محمد ما يكمل إلا بذكر علي، ما يكمل إلا بذكر علي. ولا سيما أبو حسن علي، له في الحرب منزلة تهاب،
علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الحراب. يقول علي الدر ولا دار ولا دار، يبا يبا الفلك الفلك لولا لولا علي توقف، ولا دار ولا دار مال الدين تتشيد، ولا دار علي 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 لا 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 مو ذهب صافي ولا در. ذاك يقول علي الدر، هذا يقول له سامحني علي لا 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 مو ذهب صافي ولا در. علي شنو قال؟ علي جوهر إلهي وهاي هي. نعيدها إن شاء الله ويستاهل علي وتجاوبوني أعلى وعد. يقول ولا دار ولا دار الفلك لولا علي توقف، ولا دار مال الدين تتشيد، ولا دار علي علي لا 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 يا علي 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 لا مو ذهب صافي ولا در. علي شنو؟ علي جوهر إلهي وهاي هي. سليل الرضا إني أتيتك سائلا، يا باب المراد يا محمد الجواد سيدي. هالوجوه الطيبة النيرة كلها على بابك، وأنت باب المراد وأنت أبو الجود والعطاء، فلا تقصر سيدي ومولاي، وحاشاك أن تخيب سائلا وأن ترد وافدا بغير قضاء حاجته. سيدي سيدي سليل الرضا إني أتيتك سائلا، ودمعي على الخدين ينثر سائلا، ولم أتوسل بسواكم لأنني إلى الله لم أعرف سواكم وسائلا. يقول وسائل وسائل إجيتك إجيتك يا الجواد أعتب، وسائل ودمعي من دماء يجري، وسائل مولاي ما ظلت بعد عندي. عندكم غيرهم؟ تحبوا غيرهم؟ تروحوا لغيرهم؟ قل لأنا أنا ما ظلت بعد عندي وسائل، الوسيلة انتو إلى رب البري.
يلا وياي الوسيلة انتو إلى رب البرية، الوسيلة رب البرية، الوسيلة انتو رب البرية، الوسيلة انتو إلى البرية، الوسيلة إلى رب البرية. أفضل الصلاة أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجنا وإياكم للدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا ولكم بجاه السادة الأطهار الأقمار الأنوار آل بيت النبي المصطفى المختار أبي القاسم محمد. ونحن على أعتاب سيدنا ومولانا باب المراد محمد بن علي الجواد هادي البلاد والعباد، نذكر ونؤكد أنه خير وسيلة نتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الزمان المعظم، زمان شهر رجب الأصب المكرم، لنيل الفيوضات والرحمات والبركات. المفتاح الخاص الذي نفتح به أبواب نفحات الله تعالى في شهر رجب الأصب التوسل بمولانا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما نقرأه في دعاء ليالي وأيام شهر رجب: اللهم إنا نسألك بالمولودين في رجب، إلى أن تقول: وأتقرب بهما إليك خير القرب. يعني خير الوسائل والقرب التي تقربك إلى الله تعالى لنيل فيوضاته في شهر رجب الأصب مولانا الجواد محمد سمي النبي محمد. وليس ذلك عليه بغريب، فهو سيد الجود وهو سيد العطاء، وفت على الكريم بغير زادي من الحسنات، والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريم. هذا هو الجواد، هذا هو الكريم الذي يجسد عطاء الله تعالى على الأرض. عطاء الله تعالى إذا أردت أن تلمسه في بشر متجسد بالهيئة المادية الخارجية فانظر إلى الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فهو عنوان عطاء الله، عنوان كرم الله. أنت تقرأ في أسماء الله وصفاته: الجواد الكريم. تقرأ في أوصاف الله جل وعلا: يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه. لماذا كل ذلك؟ تحننا منه ورحمة. كل أصناف البشر يعطيها الله تعالى، الذي يعرفه والذي لا يعرفه، الذي يسأل والذي لا يسأل. وكذلك الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو عنوان تجلي عطاء الله تعالى على الأرض. ليس العطاء بالماديات فقط، وإنما للعطاء مجموعة أنواع، مجموعة أقسام، مجموعة موارد متعددة.
العطاء عند الإمام الجواد في سيرة الإمام الجواد الذي يمثل وجوده وكرمه على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو العطاء المادي، وهذا أبسط أنواع العطاء، أبسط أنواع العطاء اللي إحنا الآن نستثقله ونستصعبه، أن تعطي شيئاً من الأموال، هذا أبسط أنواع العطاء. هناك نوع آخر من العطاء وهو العطاء المعنوي، يعني إذا كان عندك علم تساعد من يحتاج إلى ذلك العلم، إذا كانت عندك وجاهة تساعد من يحتاج إلى تلك الوجاهة، يعني تعلم الجاهل بعلمك، هذا عطاء. تعين المحتاج إلى تفريج هم، إلى تفريج كربة، إلى تدخل في أمر من الأمور بوجاهتك ومقامك الاجتماعي، هذا عطاء أيضا. وكذلك كان الجواد عليه السلام لا يعطي بالأموال فقط، وإنما يعطي بالمعنويات أيضا. يأتيه رجل من أهل سجستان، منطقة من مناطق إيران في خريطة ذلك الزمان، يلتقي بالإمام عليه السلام في موسم الحج، فيقول له: سيدي ومولاي، لي إليك حاجة. قال له: تفضل، شنو حاجتك؟ قال له: إن الوالي علينا على بلدنا رجل من محبيكم أهل البيت، واحد من الموالين من الشيعة، وعلي في ديوانه خراج، هذه الضريبة المفترضة علي كل شهر كل سنة، فأسألك أن تكتب إليه ليعفيني من هذه الضريبة، أنا ما عندي، أنا حالي على قد، يعني يا دوب أمشي حياتي وحياة عيالي، فلو سألته أن يعفيني من هذه الضريبة. فالإمام عليه السلام هنا أعمل العطاء بأي معنى؟ العطاء بالمعنى المعنوي، مو بالماديات، بوجاهته، برفعته، بمقامه، بمنصبه. فأخذ الإمام ورقة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد بلغني عنكم مذهبا جميلا. مذهبا جميلا يعني شنو؟ يعني انتماؤكم إلى محمد وآل محمد. لقد بلغني عنكم مذهبا جميلا، فأحسن إلى إخوانك واعلم أنك مسؤول عن مقدار الدرة والخردل، كل شيء أنت مسؤول عنه يوم القيامة، فدير بالك على الرعية. هذا أخذ الكتاب وراح إلى بلده. ذاك الوالي وصل إلى خبر أن فلان من الناس ترى جاي من الحج، عنده إلى كتاب من يد الإمام الجواد عليه السلام. ذاك من سمع خبر أن الإمام الجواد كاتب إلى رسالة، خرج من قصره، من مكانته، من مجلسه، حافي القدمين، حاسر الرأس، يستقبل هذا الرجل على بعد فرسخين من البلد، ويستحق الإمام ذلك. يعني أنت الآن تصور، أنت مؤمن موالي، أنتوا أهل إيمان أهل ولاء، لو يجيك واحد اليوم يقول لك ترى لك رسالة من إمام زمانك، شو تسوي؟ شو تسوي؟ بعد يجي لك نوم؟ تهدأ؟ أبداً، خلاص بعد هذا لقاء المعشوق بمعشوقه، المحبوب بمحبوبه. لو يجي لك الآن يقول لك لك رسالة، الإمام ذاكرنك، الإمام المنتظر المهدي، صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد. قد أرسل إليك رسالة، قد كتب إليك كتاباً، شو يصير بك؟ فهذا من سمع الإمام الجواد ذاكرني وذاكر اسمي وراسل إلى رسالة، خرج في استقباله، أخذ الرسالة، قبلها، وضعها على رأسه، وسأل الدموع على خده، قال له: ما حاجتك؟ شنو الحاجة اللي تريدها حتى الإمام كتب لي الرسالة بها؟ فأخبره بالخبر. يقول الراوي: فأمر أن تطرح عنه الضريبة، مو بس هالشكل، وأمر له براتب طوال حياته له ولأولاده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني هذا الرجل حلت مشكلته وفكت أزمته ومعضلته ببركة مولاي الجواد بن النبي محمد. هذا العطاء إيش قد؟ العطاء الثاني في سيرة الإمام الجواد عليه السلام. فله عطاء بالماديات يرسل الأموال إلى المحتاجين وإلى من يسأله، لا يرد من يسأله مالا أبدا. والعطاء المعنوي اللي هو بالمقام والوجاهة. والعطاء الثالث في سيرة الإمام الجواد عليه السلام العطاء الغيبي. كل عطايا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترافقها نفحة غيبية، ترافقها نفحة إلهية، يبين من خلالها أنه مرتبط بالسماء، أن هذا العطاء ترى اللي يعطيه مو فذ عطاء عادي حالك حال أي عطاء من بقية البشر، لا، هذا عطاء فيه بركة السماء متصل بالله عز وجل، فهو حجة من حجج الله تعالى على الأرض على الخلق. أعطيك مثال أيضا لهذا القسم لهذا العطاء من سيرة الإمام الجواد عليه السلام، ما ينقل عن محمد بن ميمون رضوان الله عليه، هذا واحد من خلص أصحاب الإمام الجواد وأصحاب الإمام الرضا عليهم السلام جميعا. هذا في أواخر حياته أصابه مرض في عينيه فصار لا يبصر، صار ما يشوف. الله يسلمنا وإياكم جميعا ويمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والخير والبركة. فالتقى مع الإمام الرضا عليه السلام في الحج عند بيت الله الحرام، فقال له سيدي ومولاي أنا من شيعتكم ومن مواليكم، فادعوا الله تعالى لي أن يفرج عني، أن يعافيني، يرجع إلي بصري حتى أبصر أشوف. فالإمام إيش قال له؟ هنا الإمام يريد أن ينقله إلى مكان آخر، أن يثبت إيمانه، أن يثبت عقيدته. قال له إذا رجعت إلى المدينة المنورة فاذهب إلى ولدي محمد الجواد عليه السلام واسأله يدعو لك، روح إلى ولدي وخليه يدعو لك. رجع إلى المدينة المنورة ومباشرة راح إلى دار الإمام الجواد عليه السلام، إلى دار الإمام الرضا الموجودة في المدينة. طرق الباب فخرج له الخادم، سأله أين مولاي محمد بن علي الجواد، فأخرجه الخادم له. تتوقع كم عمر الإمام في هالفترة؟ شو تقولوا؟ سنتين. بعد 9 سنوات؟ ثلاث سنوات. بعد شو تقولوا؟ شنو؟ 8 سنوات. صارت عندنا آراء مختلفة. هذا كم عمر؟ يعني اربط الأحداث. شوف الإمام الآن، الإمام الرضا يقول له روح إلى ولدي واسأله يدعو لك، كم تتصور هذا عمره اللي بتروح إلى بأمر الإمام وتسأله الدعاء بتقول له ادعو لي، كم عمره هذا؟ أشهر؟ لا أشهر ولا حتى سنوات. في المهد صبية، طلع الخادم إلى وهو في المهد يحمله بين يديه. هنا الإمام يريد يثبت عقيدته، هذا جانب غيبي، جانب ولائي، جانب إيماني، مو أنت تريد أن أدعو لك، هذا حجة الله تعالى على الأرض، حجة الله تعالى على الأرض، ما تفرق وياه العمر، ما يفرق وياه العمر، هذا فارق العمر إلي وإلك. أولياء الله تعالى متكاملون في صفاتهم، متكاملون في بركاتهم، سواء كان في المهد صغير لو كان وين؟ لو كان عمره 70 سنة ما يفرق. فالمهم شوف هنا كرامة العطاء من الله تعالى لمولاي الإمام الجواد عليه السلام. فأخرجه له وهو في المهد صبيا، فقال السلام عليك سيدي ومولاي، فقال الإمام وعليك السلام يا محمد ابن ميمون. يعني رد سلام الإمام عليه السلام وهو في المهدي صبيا. ثم قال له الإمام الآن يتكلم في المهد،
وطبعا ما نحتاج إلى إثبات كيف الإمام يتكلم في المهد، لأن هذا متكرر ومذكور في القرآن الكريم، وأنتم أهل إيمان وعقيدة ما يحتاج هذا بعد نسولف به زيادة. هذا معروف، عيسى هم تكلم في المهدي صبيا لا إشكال. فالإمام ابتدأه قبل ذاك لا يسأل وقبل لا يقول هو ليش جاي. الإمام قال له: يا محمد ابن ميمون، ما حال عينيك؟ هو الإمام ابتدأ قال له: أنا أعرف أنت ليش جاي إلي، أعرف ليش جاي، شنو تريد، ما حال عينيك؟ فقال: كما ترى سيدي ومولاي. قال له: ادن مني. فدنا منه، فرفع الإمام كفه المباركة الشريفة، مسح بها على عينه، فعاد بصيرا. جواد ما دعي للخير إلا غدت كفاه تهميك الغوادي. احنا الليله هم عندنا حوائج، عندنا هموم وعندنا مرضى وعندنا غموم، وجايين بهالليله معلقين كل ثقل انفسنا على اعتاب باب المراد المولى الجواد عليه السلام، ونقول له: نظره كريمه منك، نظره حانيه منك سيدي مولاي لهذا الجمع المبارك، لهذه الوجوه النيرة الطاهرة الطيبة التي طابت وطهرت بنور ولايتكم وبحبكم، لا تبتغي عنكم زيغا ولا أحدا ولا بدلا، فارفعوا أصواتكم بالصلوات بأعلى الأصوات. الله، ايش كثر خير وبركة في هالمجلس المبارك. من ابتدأنا الآن فوق النصف ساعة، كم مرة صلينا على النبي وآله؟ وكم كرامة وفضيلة ذكرنا لأهل البيت عليهم السلام. هذا المجلس تتزاحم عليه الآن الملائكة، الملائكة الآن تتزاحم في هذا المجلس، تريد أن تتطيب بطيبكم. أنتوا الآن بسماعكم لفضائل أهل البيت عليهم السلام وبصلواتكم وذكركم، لكم طيب نوراني قدسي معنوي يفوح منكم. تزدحم الملائكة في هذا المكان، تريد لو تحصل إليها موضع قدم تتعطر بعطور محمد وآل محمد. وهذا الكلام مو جايبنا من عندي أو هو محض يعني إنشائيات أو من الولائيات الزائدة، لا، هذا ما أشار إليه أئمتنا في رواياتهم الشريفة المباركة. الرواية تقول: يحضر الملائكة في مجلس الذكر لأهل البيت عليهم السلام، فإذا انفض هذا الاجتماع شوية وينتهي المجلس، إذا انفض هذا الاجتماع صعدوا هؤلاء الملائكة إلى السماء، فيلتقون بملائكة آخرين نازلين من السماء، فيقولون لهم: ما أطيب ريحكم، ايش هالرائحة هذه الطيبة اللي بيكم، هاي رائحة ما شممناها من قبل، انتم من وين جايين؟ ليكون بعد تروحوا أماكن احنا ما ندري عنها، ما تخبرونا من وين انتم جايين؟ فيقولون: كنا في مجلس يذكر فيه فضل محمد وآل محمد. استمع يا حبيبي، حتى من أقول لك اغتنم فرصة وجودك في هالمكان المبارك، اغتنم هالساعة هذه اللي تجلسها في مجلس أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا مجلس تتمناه الملائكة. فيقولون لهم الملائكة، يقولوا للملائكة الآخرين: خذونا إلى ذلك المكان نتعطر بعطرهم ونتطيب بطيبهم. فيقولون لهم: لقد انفضوا، انتهى المجلس، خلص هسه، لازم تدوروا لكم مجلس آخر، انتهى هذا المجلس. فأنتم اغتنموا فرصة وجودكم في هذا المكان المبارك، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله، وأظن بعد تهيأت قلوبكم وأرواحكم لقراءة المولد الشريف. وسمعوني صلوات بأعلى الأصوات. وحتى أطمن
اطمن عليكم تهيأتوا افضل الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاخر المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. هذا ولما شاء الله تعالى أن يظهر نور مولانا الإمام الجواد عليه السلام إلى عالم الدنيا، حملت به أمه الخيزران حملا طيبا خفيفا مباركا، كيف لا تكون كذلك وهي تحمل ابن النبي محمد. وكلما تعاقبت عليها الليالي والأيام ازدادت فرحا إلى فرحها وبهاء إلى بهائها وجمالا إلى جمالها ونورا إلى نورها من نور رسول. بارك الله لنا ولكم أيها المؤمنون، يا من في حسينية آل ياسين تستمعون، وفي مدحه أنشد الشاعر يلا بصوت واحد أفلح. آل بيت طهروا من دنس فلهم في الحشر أعلى الدرجات. لا لا اقرأ وياي نهاية الشطر، تجر الصوت وياي. هذا الطور القطيف الأصيل في قراءة الموالد، يعني بهجة وفرح وسرور الليلة. يستاهل الإمام لو ما يستاهل؟ سمعني، يستاهل لو لا؟ وأنا أستاهل لو لا؟ يلا يا حبيبي خلي أشوف، يلا أكدوا لي الكلام. آل بيت طهروا من دنس يلا وياي، فلهم في الحشر أعلى الدرجات، فإذا ما ذكروا في محفل يلا فارفعوا أصواتكم بالصلوات محمد. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا فقد ولد الجواد. ولا يا 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 يا
لحادثة الليالي. فهذا الخير وهذا الجواد يقول وراضيك وراضيك مولاي 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 أنا حنيت أنا حنيت أنا حنيت لترابك وراضيك وراضيك وجيلك سيد الدارك وراضيك مولاي 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 إذا زعلان إذا زعلان خذ روحي وراضيك وخذ قلبي ولا تزعل علي. قولوا لي أعد شنكم مليتوا. يقول وراضيك وراضيك شيقول باقي ما سمعت شيقول وراضيك لديارك وراضيك وجيلك سيد البابك وراضيك قل لي إذا زعلان إذا زعلان إذا زعلان إذا زعلان خذ روحي وراضيك وخذ عيني وخذ قلبي وخذ كل شيء ولا تزعل يا 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 علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى جاءت الليلة المباركة والساعة الميمونة المرتقبة تزينت الجنان واستبشرت الحور والولدان وتنزلت ملائكة الرحمن تستقبل ابن النبي محمد. هذا وأمه تنتظر وأبوه يترقب والملائكة أخفقت أجنحتها تستقبل والكون كله في ضياء ونور وفسحة وسرور. ما هي إلا ساعة إذ أشرقت الأنوار في كل مكان وفاحت روائح المسك والعنبر. ومن كانت له حاجة فليقل إلهي يا قاضي الحاجات يا واهب العطيات يا منزل البركات يا مبدل السيئات حسنات. اقض حوائجنا يسر أمورنا اشف مرضانا بحق محمد وآله سفن النجاة. إذ انبلج عمود النور وإذا بها قد وضعت بالجواد أفضل علي يا علي.
علي يا الله علي علي يا حي الله يا حي الله الأصوات لا غابت علي يا علي. اسمعني اسمعني شو أقول لك. ذكروا عليا عبادة وإحنا شيعة علي وما نستحي نقول يا يلا سمعني سمعني بأعلى صوتك لا أحد يظل الليلة ساكت. يلا يستاهل أمير المؤمنين علي يا علي هنيالك هنيالك علي جبريل نادى معلنا والوقع ليس بمنجلي والمسلمون أحدقوا عند النبي المرسلي. شقال لهم لا سيف ولا فتى إلا علي علي علي. إيه بعد بعد علي شحلات شحلات الضجة باسم علي. جبريلنا والوقع ليس بمنجلي والمسلمون أحدقوا عند النبي المرسلي. عليكم لا سيف فدوة إليك. خلي نعيدها خلي نعيدها. لا سيف إلا فتى إلا علي 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا واشف مرضانا لا سيما السائلين والمنظورين إخوان الحاضرين والمؤسسين. تقبل أعمالهم فردا فردا أوسع في أرزاقهم وأطل في أعمارهم لقضاء حوائجنا وتفريج همومنا وتعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان. وللمرضى الذين سألون الدعاء نقرأ الآية المباركة ثلاثا بصوت واحد. أما يا الله يا الله 10 مرات بنفس واحد. يا الله 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 يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وأوصل ثواب هذا المجلس المبارك إلى أرواح المرحومين الحاج عبد الله والحاج أمين والشاب نايف والشاب عادل الحداد وللمؤمنين والمؤمنات
لوالدي ولوالدينا ولوالديكم وللمؤمنين وجميع العلماء والشهداء. الفاتحة تسبقها أفضل الصلاة.